وللمزيد حول مواقف هيئة علماء المسلمين حول آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية والتي وردت في اللقاء التلفزيوني الأخير لمسؤول القسم السياسي للهيئة، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا بك معنا دكتور عبد الحميد. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك. دعنا نبدأ دكتور بالجزئية التي وردت في لقاء الدكتور مثنى الضاري مسؤول القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين حول مجزرة المقدارية في ديالى، حيث جمع الدكتور كما تعلم بين داعش والميليشيات في تلك الأحداث في علاقة لربما تحتاج توضيحا. كيف تنظرون دكتور لما أحدثته داعش وما تقوم به أيضا الميليشيات في المقدارية منذ 3 أيام وحتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. للأسف يعني الكثير من المناطق التي تسمى المناطق السنية والتي هي المحافظات التي نكبت بسبب هذه الشماعة التي اتخذت من قبل الحكومة الحالية والحكومات السابقة ومن قبل المجتمع الدولي الذي شن حربا شعواء على هذه المناطق وهجر الملايين من أهلها ودمر المدن، ومنها مدن حواضر من حواضر الإسلام ولا سيما كانت الموصل واليوم ديالى. وديالى طبعا ليست هذه اليوم نتكلم عن مجزرة جديدة، وإنما المجازر والانتهاكات والبرنامج ممنهج لتهجير أهلها وتغيير التركيبة السكانية منذ الأيام الأولى للاحتلال، كونها هي أقرب خاصرة إلى بغداد وأقرب مكان إلى بغداد من جهة جارة السوء إيران، ولذلك الحرب عليها من قبل هذه الميليشيات مستمرة منذ الأيام الأولى كما قلنا للاحتلال وحتى اليوم. وقد تتبعنا والمتتبع لهذه الانتهاكات التي جرت منذ ذلك الوقت إلى الآن يراها أنها تسير في سير ممنهج، وقد أثرت على الكثير من القرى التي هجر أهلها فضلا عن الاعتقالات والشهداء الذين سقطوا بمجازر وحشية وجماعية وذهب ضحيتها العشرات والمئات أحيانا. نعم دكتور عبد الحميد، إلى أي مدى يمكن ربط نتائج الانتخابات التي أظهرت تراجع شعبية ميليشيا الحشد وبين ما يحدث في المقدادية من قتل وحرق ونهب أيضا؟ يعني هي هذه ليست المرة الأولى التي نرى أنه في كل مفصل من مفاصل العملية السياسية، وحينما تحدث انتخابات وعقب الانتخابات حينما يكون هنالك صراع بين الأجنحة المتشاكسة داخل هذه العملية السياسية، فإننا نجدهم يتخذون من دماء الشعب العراقي وسيلة للضغط على بعضهم البعض الآخر. واليوم تحديدا في ديالى الأمر واضح جدا في اتخاذ هذه الميليشيات التي تراجع عدد كراسيها، لا نقول خسرت وإنما تراجعت لصالح ميليشيات أخرى، لأنها هي الذي فاز والذي خسر الذي هي كلهم ميليشيات واحدة، ولكن هذه الميليشيات لها عناوين مختلفة. هذه الميليشيات التي هي ربما يتزعمها الهادي العامري وغيره التي تراجع حظها لصالح ميليشيات أخرى، فإننا نجدهم اليوم في ديالى يحاولون التعويض عن هذا التراجع، وهو كنوع من أنواع الضغط على الأطراف الأخرى وعلى المجتمع الدولي. الدماء دائما والمجازر والانتهاكات كورقة يستخدموها للأسف للضغط على الآخرين من أجل الحصول على مقعد هنا ووزارة زائدة هناك، فهذه ليست المرة الأولى. ثانيا هم يتخذون من هذه الانتهاك هذه المجزرة، يعني تحدث المجزرة الأخيرة هو كنوع آخر أيضا اليوم ليس فقط للضغط على الأجنحة الأخرى في العملية السياسية، وإنما نوع من الانتقام من هؤلاء الأهالي ونوع من التنفيس ونوع من إعادة كما يقال إعادة الأضواء إليهم، وليقولوا أنه الميليشيات لا تزال موجودة ورقما كما يقولون هما رقما صعبا، لكن للأسف هذا الرقم الصعب يأتي على حساب كما قلنا دماء الأبرياء من الأهالي الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يعيشون تحت سلطة لا تهتم للشعب
بل تتخذ الدماء وأموالهم وسيلة لمصالحهم الخاصة. دكتور، هل ترون أن استهداف قرى بعينها يرجع فقط لنتائج الانتخابات ومعاقبة من لم يصوت للميليشيات؟ بمعنى آخر، هل هذا التهجير القسري ناتج عن نتائج الانتخابات؟ لا، التهجير القسري هذا داخل ضمن مخطط استراتيجي بعيد المدى تنفذه أو خططت له إيران وتنفذه أدوات إيران داخل العراق. ولو نظرنا إلى هذا التهجير القسري فإننا نجده في عدة أماكن كلها مرتبطة بالمشروع الإيراني: حزام بغداد، الطريق من بغداد إلى سامراء، والطريق من بغداد إلى إيران اللي هي ديالى. هذه المناطق الثلاثة الرئيسية يجري التهجير فيها على قدم وساق، والمناطق الأخرى يأتي فيها لكنه لأسباب اقتصادية، لكن هذه المناطق هي لأسباب مشروع استراتيجي إيراني بعيد المدى. بالحديث عن الانتخابات دكتور، كيف تنظرون للمقاطعة الشعبية الكبيرة التي شهدتها بطبيعة الحال الانتخابات الأخيرة والتي لم تتعدى المشاركة فيها 12% باعتراف إياد علاوي نفسه؟ نعم، هذا نتيجة تزايد الوعي لدى أبناء الشعب العراقي بأنه لم يعد هنالك أي أمل بهذه العملية. وكما قلت قبل قليل، ربما أشرت أنه تراجع ميليشيات هادي العامري وحيث الخزعلي على حساب ميليشيات أخرى ليس معناه أن هنالك تراجعا للمشروع الهدام للعراق، وإنما لا تزال العملية السياسية تتداور بين أصحابها. لذلك الشعب العراقي أعلنها قبيل الانتخابات وأثناء الانتخابات أنه لا فائدة من صعود هذا التيار وتراجع ذلك الحزب ما دام الجميع في خط هذه العملية السياسية القائمة على المحافظة، والتي من نتائجها هذا الفساد وهذا الدمار وهذه الانتهاكات. فإذا لا فائدة، الحل في العراق لا يكون ترقيعيا، لا يكون بخدع بالإتيان بما يسمى بوجه جديد أو غيره، وإنما لا بد من اقتلاع العملية من جذورها وتأسيس عملية سياسية قائمة على أسس وطنية صحيحة. لذلك نقول أن هذه المقاطعة الكبيرة هي لم تأتي من فراغ، وإنما هي تراكمات عديدة، وهي بنيت على خطة أو مقاطعة سابقة، الانتخابات السابقة في 2018، فهذه هي جاءت خطوة ثانية، لأن الشعب العراقي أدرك أنه لا يلفوت سمعته ولا يكون ولا أسبوعه ولا يكون شاهد زور لهؤلاء الفاسدين، ولذلك المقاطعة هي أفضل الحلول بالنسبة لهم. فنقول هي علامة من علامات الوعي، لكن نأمل أن هذا الوعي يكون يبنى عليه خطط عملية تنفذها القوى الوطنية المقاطعة للانتخابات، ومن قبلها المناهضة للعملية السياسية والمقاومة للاحتلال. نعم دكتور، يعني بما تحدثت به على أن هذا الحراك الشعبي إنما هو فهم لحقيقة العملية السياسية التي بطبيعة الحال أسس لها الاحتلال الأمريكي، وهو ما كنتم تدعون له منذ البداية إلى هذا الوعي والفهم للحياة السياسية الجارية الآن، هل تتوقع اصطفافا شعبيا خلف موقفكم الثابت منذ الاحتلال وحتى اليوم؟ والله الحمد لله، يعني الكثير من القوى الوطنية المناهضة للاحتلال السابقة والتي نشأت أيضا من القوى الشبابية اللاحقة، الكثير منها بيننا وبينهم تنسيق عالي المستوى، والبعض مجرد تنسيق أو تواصل على الأقل للوصول إلى هذه الرؤى المشتركة، ولكنه نأمل أن يكون هنالك تنسيقا أعلى وأعلى، وأن يتكاتف أبناء الشعب العراقي جميعا للوصول إلى هدف. نحن لا نريد أنه يصطف فلان أو تصطف هذه القوى خلفنا، بل نحن نريد جميعا أن نتعاون ونصطف خلف هذه الفكرة التي آمنا بها ونادينا بها سابقا. ليس المهم من يكون في المقدمة، لكن المهم أنه تنتصر هذه الفكرة وتنتصر إرادة العراقيين جميعا
حتى يتحقق لأبناء الشعب العراقي جميعا ما يصبو إليه، ويعود الأمن والأمان إلى جميع ربوع عراقنا، وينعم أبناؤه بثرواته بدل أن تذهب إلى جيوب الأجانب، أقصد بها جارة السوء إيران والاحتلال الأمريكي ومن يتعاون معه. نعم، كنت معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.